وقت نسمع ترنيم سلمى روحنا تتحرك هيك، بنحس بفرح عظيم. الاناشيد والترانيم لها وقع خاص، وخاصة بمناسبات مثل اعياد الفصح وغيرها من الاعياد. اكيد سالي، دائما يعني في مقولة بتقول احد القديسين انه المرنم عندما يرنم فهو كأنه يصلي صحيح. مرتين صحيح. الترنيم له حصة كثير كبيرة وفعلا مساحة روحية مختلفة لما بنحكي عن الترنيم. صحيح سلمى، لهيك رح ننتقل للترنيم وما هي إلا صلاة ثانية يرفعها المرنم بعذوبة صوته وصدق إحساسه. تعلو في السماء لتبث السلام في قلوب سامعها وتناجي الرب أن تحل المغفرة والسلام. ونحكي أكثر عن الترنيم ونسمع بعض الترنيم. بسرنا نرحب بصوت المرنم الدكتور جوزيف زيتون فصح مجيد. دكتور وأهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم فصح مجيد، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنتهلل به. أكيد فصح مجيد والمسيح قام. قام. خلينا نبلش معك دكتور جوزيف. مثل ما قلنا بالمقدمة، مثل ما حكيت سالي، الترنيم هو صلاة ثانية للمرنم. نحكي عن خصوصية الترنيم. بتقصدي خصوصية الترنيم البيزنطي ولا بشكل عام؟ بشكل عام. هلا الترنيم هو مرتبط بالموسيقى إجمالا. الموسيقى هي غذاء الروح كما هو معروف. كل شعب من الشعوب، كل أمبراطورية، كل حضارة طبعت موسيقاها بطابعها الخاص، إلا الموسيقى البيزنطية أو الموسيقى الرومية البيزنطية، فهي خلاصة ما جادت به حضارات الشرق الأوسط ووصل إلى الأمبراطورية الرومية وصيغ بأسلوب بحيث أن كما تفضلتم بحيث أن المرنم وكأنه يرسم، كأنه أيقونوغرافي، يصور أيقونة تتمازج فيها الألوان مع الألحان. نعم. مع الكلمة الإلهية، تصبح الكلمة الإلهية مرتلة بشكل أنه هو يحلق والسامعين يحلقون معه. لذلك هي ميزة الترتيل البيزنطي لأنه خلاصة كل نرى في الترتيل. أساس الترتيل البيزنطي هو يوناني بالأساس. نعم. من زمان الإغريق، حتى كلمة موسيقى التي نستخدمها هي كلمة يونانية الأصل موسيكي. فبالتالي هذه الموسيقى دخلت على كل الشعوب وبالتالي أغنتها هذه الشعوب وطبعت كما أسلفت، طبعت كل حضارة أو كل شعب طابعها في أو طابعه. نعم. في هذه الموسيقى، إلا الموسيقى البيزنطية فنراها فيها اليوناني وهو الأساس، فيها فيما بعد الفارسي. نعم. فيها الأرمني، فيها الشعوب التي انتظمت تحت الأمبراطورية البيزنطية دلت كل منها بدلوها في مجال موسيقاها وتكونت الموسيقى البيزنطية. نعم دكتور، بدنا نسمع منك يعني ترنيمة عن اللي حكيته لهلأ حضرتك، لأن التفاصيل اللي حكيت لنا إياها هلأ أكيد مشاهدينا ناطرين يسمعوا بصوتك الترنيم البيزنطي. محضر لنا ترنيمة. يب. إنني أشاهد خدرك مزينا يا مخلصي، ولست أمتلك لباسا، للدخول
فأبيج حول تروحي يا مالك النور وخلصني. يعني دائما الترنيم عن جد هيك بياخذنا للروحانية، للقيم الدينية الكبيرة اللي بتحملها طبعا كل ترنيمة، وخصوصا حضرتك بلشت حديثك اليوم بالترنيم البيزنطي، لنتحدث أكثر عن الفرق بين الترنيم البيزنطي والترنيم الآخر. الموسيقى البيزنطية هي عبارة عن بكلمة شاعرية خليني أقولها، عن الطبيعة المتموجة التي تحمل جمالية المشهد، نعم، تحمل صوت الماء الرقراق، نعم، بالوقت ذاته تحمل صوت هدير المياه. حلو، يعني في مزيج من الأصوات. تمام. هون نحن تحدثنا عن تاريخ جميل ورقيق مثل هالمياه، وحابين نسمع كمان ترنيمة تانية بيزنطية بصوتك بكل سرور. هلأ نرجع منقول إنه فيما يتعلق بنحن هلأ بوقتنا، يعني اللي نحن وصلنا له هو الفصح اليوم، لكن الأسبوع العظيم المقدس هذا غني جدا جدا. منشوف في الألم على آلام السيد التي لا تحتمل، وبالوقت ذاته نلاحظ في الرجاء. فلذلك منقول اليوم الترنيمة اللي هي بيحبوا يسمعوها الكل تقريبا. اليوم علق على خشبة الذي علق الأرض على المياه إكليل من شوك وضع على هامة ملك الملائكة برفيرا كاذبا تسربل الذي وشح السماء بالغيوم قبل لطمة الذي اعتق آدم في الأردن ختن البيعة سمر بالمسامير وابن العذراء طعن بحربتين نسجدوا لآلامك أيها المسيح فارنا قيامتك المجيدة. آه.
دكتور، وحضرتك طبعا عم ترنم دائما هيك بنحس معك بانه نحن فعلا عم نصلي. تمام، اكيد عم نصلي ألم من الالم، يعني نحن عم نوصف الم السيد. نعم، بالجمعه العظيمه على خشبه. نعم، نسجد لآلامك فأرنا قيامتك، كلنا رجاء أكيد فأرنا القيامة. واليوم هو القيامة. واليوم هو القيامة. نعم، قيامة مجيدة. نعم دكتور، يعني خلينا نحكي شوي، دائما المرنمين على اختلاف أعمارهم بيكون عندهم واجب، الترنيم هو مسؤولية كبيرة لأنه هو عم بيصلي أمام الناس اللي متواجدين بالكنيسة، عم ينقلهم لهي الحالة لأنه نعم. بيدخلوا معه بنفس حالة الخشوع. حضرتك الله يطول بعمرك طبعا، خلينا نحكي عن هي المرحلة من لما بدأت حضرتك بالترنيم حتى اليوم، قديش اختلفت معك، قديش بتحس في صفات معينة بيكتسبها المرنم وبيحافظ عليها خلال سنوات طبعا هذا الواجب اللي هو عم بيأدي. بالنسبة لتجربتي الشخصية، أنا منذ الطفولة يعني موجود ضمن عائلة، هذه العائلة هي يعني تعشق الترتيل، فتحت عيوني على القصة، إضافة إلى الممارسة، ممارسة الصلاة بالكنيسة. فأنت لما عم تمارسي الصلاة بالكنيسة عم تسمعي دائما، عم تكوني في حالة متواترة مع هذا الأداء الجميل، خاصة إذا كان المرتل اللي عم يرتل هو صاحب صوت جميل ويتقن الترتيل. الترتيل بالنسبة للترتيل البيزنطي مثل ما منلاحظ هو ليس مرافقا بآلة موسيقية، هو عبارة عن صوت المرنم، قراءة أبجدية اللغة مع العلامات الموسيقية، ولذلك منلاحظ أنه هو يجب أن يكون متقن لهذا الشيء لحتى يشد السامعين، يعيشهم بجو الصلاة. كما نقول أنه الأيقونة هي كتاب، هي إنجيل مقروء، كذلك نقول أن الترتيل هي صلاة مسموعة تدخل إلى القلب، والقلب يعيش بالصلاة، والصلاة هي عبارة عن الكلمة المكتوبة والترتيل. هذا الشيء أنا عشته، أنا بعرف حالي موجود بهالكنيسة من وقت ما كان عمري 9 سنين، وقف على القراية، ولهلأ اللي علمني الله يطول عمره الأستاذ فوزي بشارة، الله يطول عمره، ساعته موجود. فأنا بتذكر حالي من ذاك الوقت عم رتل. هلأ ترتيل كان سماعي، لكن مع مرور الأيام دخلنا بعملية الدراسة، يعني ما ممكن يكون مرتل هيك، ممكن يكون مرتل بالفطرة ولكنه يجب أن يترافق مع المعرفة الموسيقية. إذا لم تقترن فطرته بالمعرفة الموسيقية بيبقى صوته قد ما كان صحيح. جميل صحيح، ما بيقبله العالم. قديما مصادر الترتيل بالنسبة لنا يعني من القرن الرابع كان في عنا شيء اسمه يعني مصدرين للترتيل. المصدر الأول اللي هو الأديار، تجمعات الرهبان، والمصدر الثاني يلي هو الكاتدرائيات الكبرى. الكاتدرائية هي الكنيسة الكبرى، كنيسة الأسقف أو البطريرك، فيجب أن تتسم بالفخامة، كل شيء فيها يجب أن يتسم بالفخامة. هناك بالطرف الأول عندنا الرهبان ببساطة كان بالنسبة لهم يقوم المرتل، كانوا يرنموا المزامير، يقوم المرنم يرنم المزامير والرهبان عم بيسمعوه ويفهموا كل كلمة. لكن في الكاتدرائية كان عنا عملوا جوقتين. الترتيل البيزنطي جماليته بجوقاته، قد ما كان صوت الترتيل صحيح. الإفرادي جميل، لكن الترتيل الجماعي من خلال جوقتين متقنتين للترتيل هو اللي عم يعطي دوره. لذلك منلاحظ هنا الطابع الملوكي للترتيل البيزنطي. هذا الحمد لله يعني أنا عشت حد أدنى فيه،
وبالتالي بقيت لحد هذا الوقت، وهلا بقى على مشارف التقاعد يعني. نعم، لا يعطيك طول العمر. مثل ما قلتي سلمى بدي اقولها سبقتيني، ان شاء الله لا هيك العمر المديد. دكتور جوزيف، يعني يمكن خلاصه الحديث ان يتمتع المرنم بالروحانيه ايضا وقرب روحه من الله حتى توصل رسالته من خلال هالحنجره لكل اللي عم يسمعوا بالكنيسه. لهيك كمان بدنا نسمع ترنيمه. المرتل يجب ان يتسم بصفات التواضع اساسا، يعني بده يكون متواضع، انه ما ينغر. هو هي من اساسيات المرتلين والترتيل، يعني ما بده ينغر انه صوته حلو العالم عم تطلع فيه. صحيح. بهذا صحيح. هو بده يعيش حاله من التواضع مترافق، وهي هي بساطه المسيحيه. صحيح. بساطتها ورفعتها بالوقت ذاته الان، يعني البساطة تعني أني أنا أكون متواضع، والرفعة تعني أن أعطي كل ما لدي. هذا بالنسبة للمرتب. نعم. هلأ أنا بحب أختم الحقيقة ترنيمة الفصح، هو الختام ما هي؟ ترنيمة الفصح بدنا نختم ترنيمة ما لا. ولكن طبعا قبل الختام هي هيدي الترنيمة، بعدين بدنا نختم معها. طيب. المجد للأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر دائري. آمين. اليوم يوم القيامة، فسبيلنا أن نتلالا بالموسم ونصافح بعضنا بعضا، ولنا قل يا إخوة ونصفح لمبغي ضينا عن كل شيء بالقيامة، ونتف قائلين المسيح قام من بين الأموات دائسا للموت بموته، والذين في القبور
شكرا كثير لك على طبعا هي الفسحة السماوية خلينا نقول الروحانية اللي نقلتنا فيها وفصح مجيد. أكيد شو بتحب تقول بختام حديثنا، معايدة بتحب اليوم تقولها يمكن لكل يلي عم بيتابعنا على شاشة الإخبارية؟ أهم معايدة هي أن نقول المسيح قام. نأمل نرجو الناهض من القبر أن يشمل هذا الوطن وشعبه بقيامته بعد الصلب والدفن، دوما هناك قيامة. نسأله رب المجد الناهض من بين الأموات أن يقيمنا معه ويعيد البسمة إلى وجوه الأطفال ووجوه هذا الشعب المؤمن. المسيح قام وأنتم بألف خير. يعني كمان أيضا بدنا نتمنى لك هيك فصح مجيد لك ولعائلتك دكتور جوزيف، وإن شاء الله هيدا القيامة المباركة تكون قيامة لسوريا ولشعب سوريا ولجيش سوريا.